بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوعنا النهاردة بنتكلم على السكالب. السكالب هي فروة الرأس. الكونتنس بتاعت المحاضرة بتاعتنا، ما هو السكالب؟ هو السوفت تيشو that covers السكالب كاب. الحتة دي اسمها سكالب كاب. السوفت تيشو اللي بتعمل كفرنج للسكال كاب بطلق عليه كلمة سكالب. سكالب هي فروة الرأس. يا ترى ايه الباوندريز؟ من قدام هو السوبرا اوربيتال مارش، ده اسمه السوبرا اوربيتال مارش، ومن ورا في خط بيسموه خط القفا العلوي، سوبيريور نيوكال لاين، اعلى نقطة قبل ما يبتدي القفا بتاعنا اسمه superior nuclei. كلمة نيوكال يعني قفا. على الجنبين superior temporal line، تمبل اللي هي المنطقة دي، التمبل هي المنطقة دي، يبقى supra superior superior. من قدام supra orbital margin، على الجنبين superior temporal lines، من ورا superior nuchal line. بسرعة كده عايز اقول لقطة مهمة عشان ما ننساهاش. المنطقة دي اتوصفت مع السكالب واتوصفت مع الفيس، يبقى المنطقة دي اللي انا بشاور عليها دي اتوصفت مرتين في الاناتومي، مرة مع السكالب ومرة مع الفيس، ولذلك بيدولها مصطلح محدد بيسموها forehead. يقولوا forehead is common for scalp and face، يعني اتوصفت مع السكالب واتوصفت مع الفيس. السكالب موضوعها هو خمس خمسات، 25 words، 25 كلمة. يبقى محصلتها ان ايه 25 كلمة؟ 5 layers، 5 nerves in front of auricle، دي اسمها auricle، خمس نيرفات قدام الاوريكل، 5 nerves behind the auricle، 5 arteries، 5 veins. يبقى السكالب في النهاية خمس خمسات، 25 كلمة فقط. 5 layers، 5 nerves in front of auricles، 5 nerves behind the auricle، 5 arteries and 5 veins. ايه هما الفايف لايرز بتاع السكالب؟ في الحقيقه ان الفايف لايرز دي هو اللي اشتقت منها كلمه السكالب. الطبقه الاولانيه هي طبقه السكن، طبقه الجلد، تحتها كونكتيف تيشو، انسجه ضمه، يبقى سكن كونكتيف تيشو. ابينيروسس بتاع ماسل، ابينيروسس يعني فلات تندون بتاع ماسل. الماسل ده اسمها اوكسيبيتو فرانتالس، يبقى عندي apineurosis of occipital frontalis. loose areolar tissue يعني أنسجة مفككة. periosteum أو pericranium، periosteum ده غشاء موجود على العظم. خدت الفيرست initial يعني خدت الحروف الخمسة الأولانية وعملت كلمة السكالب، يبقى السكالب S C A L B، skin connective tissue، ابينيروسس بتاع عضله اسمها اوكسيبتو فرونتاليس، لوس اريولار تيشو، بيري اوستيوم او بيركرانيوم. خدت الخمس حروف الاولانيه بتاعه الكلمات دي، خدت من السكن الاس، وخدت من الكونكتيف تيشو السي، وخدت من الابينيروسس الاي، وخدت من اللوس اريولار تيشو ال، وخدت من البيري اوستيوم او البيري كرينيوم البي، وعملت كلمه السكالب. يبقى 5 لاير سكن كونكتيف تيشو، ابي نيوروسز، لوس اريولار تيشو، بيري اوستيوم او بيري كرينيوم. في كل كلمه في كل لاير كده عايزين نعرف معلومه بسرعه، وهنستفيد شويه في بعض اللايرز. السكن contains numerous hair follicle، يبقى السكن الطبقة الأولانية بتحتوي على إيه؟ على الهير follicles، يبقى ده نمرة واحد. الطبقة بتاعت الكونكتيف تيشو، ودي طبقة مهمة بالنسبة لي في الأناتومي، بتحتوي على الأرتريز والفينز والنيرفز. الأرتريز والفين والنيرفز اللي هم
الخمس الاربع خمسات اللي فاضلين. مش احنا قلنا ان السكالب خمس خمسات؟ الاربع خمسات يعني ال 20 كلمه اللي فاضلين هتبقوا مركزين بالنسبه لي في المنطقه دي. يبقى الكونكتيف تيشو دي مهمه جدا. يمكن يجي لي سؤال ام اس كيو يقول لي الفيسلز والنيرفز موجودين في انهي طبقه؟ في الطبقه رقم 2، في الطبقه بتاعت الكونكتيف تيشو الانسجه الضعف. الطبقه الثالثه هي طبقه الابينيوروسز. يبقى هنتكلم على العضله دي، العضله دي هنتكلم عليها بالتفصيل. الابينيوروسز بتاع الاوكسيبتو فرونتاليس يبقى دي هنتكلم عليها بالتفصيل شويه. الطبقه الرابعه هي طبقه اللوس اريولار تيشو، ودي طبقه مهمه جدا بالنسبه لي لان بيسموها دينجرس اريا اوف سكال. زي ما كان في عندي في حاجه اسمها دينجرس اريا اوف ذا فيس، عندي برضك في السكالب حاجه مهمه اسمها دينجرس اريا اوف سكالب. عندي تو دينجرس اريا، واحده اوف سكالب والثانيه بتاعت الفيس. والطبقه الاخرانيه هي طبقه البيري اوستيوم او بيري كرانيوم. يبقى عندنا خمس طبقات. السكين بتتميز بوجود الهير فوليكل، الكونكتيف تيشو بتتميز بوجود الفيسلز والنيرفز، الابينيوروسيس يبقى في عضله اسمها اوكسيبتو فرونتاليس هنتكلم عليها، الطبقة الرابعة اللي هي طبقة اللوس اريولار تيشو ودي مهمة لأن هي دي الدينجرس اريا اوف سكان، والطبقة الخامسة هي طبقة البيري اوسيوم او البيري كرينيوم ودي الممبرين ماسكة على السوتشرز بتاعت السكان. تعالوا ناخد الطبقة وتعالوا نركز يا شاهد على الطبقة رقم 2، طبقة الكونكتيف تيشو. طبقة الكونكتيف تيشو دي طبقة مشهورة جدا لأنها بتحتوي عليه، هي اسمها دنس فايبرس كونكتيف تيشو. فايبرس كونكتيف تيشو يبقى دنس فايبرس كونكتيف تيشو. كون إن أنا زي ما أنا شايف أهو إن هي الحتة عاملة زي ما تكون دنس فايبرس كونكتيف تيشو، فعاملين الواحد عامل إزاي شايفين السبتة دي. ده بيخلي الإنفكشن ليميتد. يعني الإنفكشن لما بيحصل يحصل في حتة صغيرة كده. ليه؟ علشان في دنس فايبرس سبتة. يعني الانفكشن لما يحصل يحصل في الحته دي فقط، او يحصل في الحته دي فقط، او يحصل في الحته دي فقط. يبقى الانفكشن بيبقى ليميتد علشان هي فيها فايبرس سبتا، فيها فايبرس سبتا يبقى بتمنع الانفكشن انه يبقى سبريد، ما لاقيش انفكشن كبير. فده يبقى ميزه بالنسبه لي كدكتور، ميزه بالنسبه لي ان الانفكشن يبقى موجود في حته صغيره خالص. لكن في مشكله ثانيه، لو انا عملت كات ووند، يعني لو جيت عملت قطع زي ما انتم شايفين كده، عملت كات ووند، هلاقي الدنيا بتنزف بفظاعه. في بليدنج، سيفير بليدنج. ليه؟ اولا لان السكالب فيري ريتش ان بلاد سبلاي، اعلى نقطه في الجسم اللي هو السكالب فيري ريتش ان بلاد سبلاي. اوطى نقطه في الجسم اللي هي التوس اللي هو الرجلين، دي بورست اريا اوف بلاد سبلاي. كل ما طلعنا لفوق تبقى فيري ريتش ان بلاد سبلاي، كل ما وصلنا لتحت فيري بور ان بلاد سبلاي. يبقى دي اريا فيري كويس ريتش ان بلاد سبلاي. لو واحد حصل له قطع حادثه عربيه ممكن ينزف حتى الموت. الحاجه الثانيه ان الوولز بتاعت الارتري ما بتحصلش ريتراكشنز. ليه؟ لانها ماسكه فايبر سبتا، فهي ماسكه في السراوندنج فايبر سبتا، فده واحد ينزف حتى الموت. يعني زمان كانوا يقولوا اللي هو الهنود الحمر، لما كانوا يقتلوا الامريكان، كان الامريكان داخلين على الهنود الحمر في قاره امريكا، كانوا بيعملوا لهم ايه؟ بيقول لك سكالبينج ذير انيميز. يعني ايه؟ كانوا يقطعوا فروه الراس بتاع اعدائهم كده ويسيبوهم ينزفوا حتى الموت. يبقى هنا فكره ان الارترز لما تيجي تقطع الارتر ما يحصلش، ما يقدرش يعمل ريتراكشن، ما يقدرش يتراجع، ولازق في الفايبر سبتا، يبقى معناها هيفضل بقه مفتوح واحد الواحد بينزف حتى الموت. يبقى الطبقة الثانية تهمني لأن هي الطبقة بتاعت الفيسلز والنيرفز، مهمة جدا الفيسلز والنيرفز. الانفكشن ليميتد، الانفكشن لما يحصل يحصل في حتة محددة. لكن لو الواحد حصل قطع وقطع ارتري ينزف حتى الموت. فيري ريتش بلاد سبلاي، والارتريز ماسكة في الفايبر السبتة كويس الماوث بتاعتها، فالواحد ما بيقدرش يعمل بليدنج. وفي صراحة حاجة ثانية ميزة في الطب بالنسبة لنا، الهيلينج سريع. يعني لو انا خيطت كدكتور في خلال كام يوم الاقي كويس ايه ان التيشو حصل له هيلينج سريع. يبقى ده اللي احنا خدناه في الطبقه الثانيه، طبقه اللي هو التيشو كويس اللي هو كونكتيف تيشو.
الطبقة الثالثة هنتكلم عليها بالتفصيل، طبقة الماسلز اللي أنا عايزها بالتفصيل. الطبقة الرابعة تهمني قوي، دي اللوس أريولار تيشو، دي الدينجرس أريا أوف سكالب. لما واحد يقول دينجرس أريا أوف ذا فيس يبقى يقول المثلث ده دينجرس أريا أوف ذا سكالب، هي الطبقة رقم الرابعة لوس أريولار تيشو. ليه الأريا دي دينجرس أريا؟ لأن في عندي حاجة اسمها فين، اسمها إميشري فين. الميشري فين، الميشري فينز دي بتبقى كونكتنج الطبقه دي، طبقه اللوس اريولار تيشو، مع حاجه اسمها ديورال فينس ساينس او الكرينيال ديورا او جيوب دمويه موجوده جوه السكال. يبقى باختصار لو حصل انفكشن موجود في الطبقه دي، طبقه اللوس اريولار تيشو اللي هي الطبقه رقم اربعه شايفينها دي، طبقة اللوس أريولار تيشو، فالإنفكشن الموجود في اللوس أريولار تيشو عن طريق الإميشري فين بيوصل لجوه السكال. يبقى هنا دي دينجرس أريا علشان الإنفكشن ممكن يروح معدي من اللوس أريولار تيشو ويوصل لغاية الديورال فينس ساينس أو يوصل للفينز إنسايد ذا سكال. الإميشري فين دي إيه بسرعة؟ يعني كلمة سريعة جدا بالنسبة للإميشري فين، كلمة إميشري تو سند أوت الخارج يعني. الديفينيشن بتاعتها هي valveless vein، يعني veins وزود valve. يعني ايه valveless vein؟ vein وزود valve. connecting a dural venous sinus، دي جيوب دمويه موجوده جوه السكال، with vein outside the skull. يبقى ال veins outside the skull وال dural venous sinus connected ب vein اسمها emissary vein، بتروح عامله خرام في عظمه السكال كده اللي هي زي دي مثلا. يبقى ما هي ال emissary vein؟ يبقى هي valveless vein، كلمة valveless دي يعني veins بلا صمامات، كلمة مهمة دلوقتي وهنشوف دي هي مهمة. veins which connected dural venous sinus، ايه dural venous sinus؟ دي جيوب دموية موجودة جوه السكال، with veins outside the skull. طب ليه ربنا خلق الاميشري فين؟ ربنا خلق الاميشري فين علشان تسمح بمرور الدم من جوه لبره أو من بره لجوه. يعني فور اكزامبل لو أنا جيت عطست يبقى ضغط الدم زاد جوه. طيب ضغط الدم زاد جوه ممكن الديورال فينس ساينس اللي موجوده جوه السكال دي تنفجر. طب ما تنفجرش ليه؟ لان الدم بيهرب بسرعه من الاميشري فين ويوصل للفينز او سايد السكال. طب افرض ان انا صايم، يبقى ممكن الديورال فينس ساينس دي تكرمش تتطبق. طب ما بتتطبقش ليه؟ عن طريق الاميشري فين الدم يجي بسرعه من بره يعدي في الاميشري فين ويوصل للديورال فينس ساينس. يبقى كلمة valveless دي كلمة مهمة جدا، يعني بتسمح بمرور الدم باي دايركشنال من جوه لبره أو من بره لجوه. يبقى ربنا خلقها علشان تعمل ايكواليزيشن للبريشر. يبقى بتعمل ايكواليزيشن، بتعادل ضغط الدم بين الديورال فينس ساينس والفينز اوتسايد السكال. ده كلام جميل، يبقى دي مهمة جدا. يبقى الميشري فين دي حاجة مهمة ربنا خلقها، مهمة جدا. لكن العيب بتاعها القليل اللي هو بيحدث ممكن تنقل الانفكشن، يبقى انفكشن اوت سايد السكال ممكن يوصل عن طريق الاميشري فين ويوصل لجوه السكال، يوصل للكرينيال كافيتي، ودي كارثه كل المقاييس. ان تلاقي انفكشن كان موجود بره، واحد عنده دم، واحد عنده التهاب موجود بره عن طريق الاميشري فين، والانفكشن ترانسميتد للديورال فينس ساينس. دي صوره بتوريني شويه من الاميشري فين، ده واحد من الاميشري فين، ده واحد من الاميشري فين، ده واحد من الاميشري فين. دي اميشري فينز عديده، ودي حاجه اسمها كافيرنس ساينس، فهي عديده موجوده، ودي رسمه لعظمه السكال زي ما انتم شايفين اهي. يبقى هنا يا شهد، يبقى عندنا حاجه مهمه لازم نبقى عارفينها، ايه هي؟ ان الاميشري فين دي نعمه من الله، انما ممكن تعمل مشاكل، ممكن ترانسميت انفكشن انسايد السكال. اهم انفكشن ممكن يحصل واهم كارثه ممكن تحصل منها كويس ان يحصل انفكشن يوصل للكافيرنس ساينس ويعمل تجلط فيها وتعمل كافيرنس ساينس ثرومبوزس. ده واحد عنده كافيرنس ساينس ثرومبوزس. يبقى احنا بنرجع لكلامنا بقى بتاعه السكالب، بنقول الدينجرس اريا هي الطبقه رقم اربعه اللي هي اللوس اريولار تيشو. الطبقه رقم ثلاثه هي عباره عن الابينيروسس بتاع عضله اسمها اوكسيبيتو فرونتاليس. اوكسيبتو فرونتاليس اتسمت كده علشان مكونه من بيلي، يعني حته لحمه موجوده من ورا اسمها اوكسيبيتال بيلي، وبيلي موجوده من قدام لحمه
كويس اسمها فرونتال بين فليش يعني ما بينهم ابينيروسز يعني تندون عريض وتر متبطط يبقى اوكسيبيتال بيلي وفرونتال بيلي وبينهم ابينيروسز يبقى العضله اسمها اوكسيبيتو فرونتاليس بس عشان ناخد تخيل احسن هي مش اوكسيبيتال بيلي واحده وفرونتال بيلي واحده ده انا عندي تو اوكسيبيتال بيليز وتو فرونتال بيليز يبقى انا عندي تو اوكسيبيتال بيليز وتو فرونتال بيليز الاوكسيبيتال بيليز ممكن اسميها اوكسيبيتاليس والفرونتال بيلي اسميها فرونتاليس وما بينهم الابينيوروسيس اللي هي الطبقه رقم 3 بتاعت السكالب يبقى الاوكسيبيتو فرونتاليس دي مكونه من تو بيليز بيهايند اسمها اوكسيبيتال بيليز او اسميها اوكسيبيتاليس فرونتال بيليز ممكن اسميها فرونتاليس ما بينهم الابينيوروسيس اسمه ابيكرينيال ابينيوروسيس يعني فوق الكرينيال كابج ابيكرينيال ابينيوروسيس ممكن يسموها جاليا ابينيوروتيكا ده اسم قديم عامله زي الخوذه يعني طيب العضله دي زي كل عضله موجوده في الدنيا اورجين انسرشن نيرف سبلاي اكشن لو ابتدينا بالاوكسيبيتال بيلي الاوكسيبيتال بيلي ستارتنج من لاين موجود بيهايند اسمه هايست نيوكال لاين وساعات ما بيبقاش موجود بتطلع من لاين اوطى منه شويه اسمه سوبير نيوكال لاين يبقى خط الاثر العلوي هايست نيوكال لاين وبتعمل انسرشن فين في الابينيوروسيس يبقى الاوريجن في البون والانسرشن في الابينيوروسيس اوريجن في اللاترال تو ثيرد من اللي هو الهايست نيوكال لاين تعمل انسرشن تمسك فين في الابينيوروسيس تيجي الفرونتال بيلي بدايتها بقى من الابينيوروسيس والانسرشن بتاعها في السكيم بتاع الايبرامس اللي هو اللي هو بتاع الجفون ده اي براوز يعني اللي هو الجفون هما دول يبقى الاوكسيبيتال بيلي طالعه من الهايست نيوكلاين وعامله الانسرشن بتاعها في الابينيوروسيس الفرونتال بيلي اللي موجوده قدام الاورجن بتاعها في الابينيوروسيس والسكن الانسرشن بتاعها في السكن اوف اي براوز يبقى ما هو الاورجن والانسرشن الاوكسيبيتال بيلي من الهايست نيوكلاين لغايه الابينيوروسيس طب والفرونتال بيلي يا شاهد الاورجن بتاعها من الابينيوروسيس والانسرشن بتاعها في اللي هو الاي براوز النيرف سبلاي هو ما فيش غير العصب رقم 7 اللي اسمه الفيشيال نيرف باختصار الفيشيال نيرف هو النيرف اوف سكالب اند فيس الموتور سبلاي للعضلات بتاع السكالب والفيس هو العصب رقم 7 فيشيال نيرف سبلاي الاوكسيبيتال بيلي والفرونتال بيلي التفاصيل مش مهمه قوي لكن الاوكسيبيتال بيلي سبلاي عن طريق واحد من فروعه اسمه بوستيريور اوريكولار نيرف واللي هو الفرونتال بيلي عن طريق واحد من فروعه واحد من برانشاته اسمه تيمبورال برانش يبقى عن طريق البوستيريور اوريكولار برانش بيدي الاوكسيبيتال بيلي وعن طريق التيمبورال برانش بيدي الفرونتال بيلي ودي تفاصيل ممله لكن المحصله النهائيه النت ريزالت فور مي النيرف سبلاي هو الفيشيال نيرف هو العصب رقم 7 ايه الاكشن بتاعي ابتدي كويس بالفرونتال بيلي الفرونتال بيلي بقدر ارفع بيها الاي براوز يبقى دي بتعمل اليفيشن للسكن بتاع الاي براوز كده ارفع السكن بتاع الاي براوز الاوكسيبيتال بيلي بتعمل ايه اول حاجه كويس بتعمل كويس تايتنينج للابينيوروسيس يعني ايه يعني انا علشان الفرونتال بيلي تشتغل لازم الاوكسيبيتال بيلي تشتغل قبليها تروح شد الابينيوروسيس تخليه مشدود يبقى الفرونتال بيلي تقدر تشتغل وترفع السكن بتاع الاي براوز يبقى مش ممكن الفرونتال بيلي تشتغل قبل الاوكسيبيتال بيلي الاثنين بتعمل ريتراكشن اللي هو للسكالب الكلام ده الواحد يحسه بقى لو كان عامل عمره كده والشعر مش موجود ويبتدي يحرك يلاقي كويس ان ايه كويس ان بقدر احرك اللي هو السكالب بتاعي وبتظهر كتير قوي في اللور انيمال عندهم القدره ان هم يحركوا السكالب بسهوله يبقى عندنا هنا ايه بقى الاوكسيبيتال بيلي بتعمل تايتن الابينيوروس يعني تشده يبقى الفرونتال بيلي تشتغل وراها واقدر ارفع اللي هو ايه حواجبي اعمل اليفيشن للسكن بتاع الاي براوز وممكن طبعا تعمل ريتراكشن سبيشالي ان لور انيمال الاوكسيبيتال بيلي ممكن تعمل ريتراكشن طيب تعال نحل مع بعضينا كده شاهد كده سؤال ام سي كيو ذا دينجرس اريا اوف سكال انا عارف ان الطبقه رقم 4 اسمها لوس اريولار تيش اقعد ادور اهي لوس اريولار تيش طبعا كده ده صيغه سؤال ام سي كيو سهل جدا لكن ممكن يجي لي في صيغه كيس سيناريو حاله
A 55-year-old man is admitted to the hospital with severe scalp laceration. واحد اتحجز في مستشفى وكان عنده تمزق في السكالب بتاعه. After 3 days, the wound, اللي هو الجرح, became inflamed, swollen, and painful. حصل inflammation. حصل التهاب في الجرح بتاعه. 2 days later, the infection extended to cranial cavity. Oh my God. يبقى كان في infection في السكالب وصل للكرينيال كافيتي. يبقى احنا عارفين الكلام ده عن طريق الامشري فين. Through which of the following layers of the scalp did the infection extend to the cranial cavity? يبقى الانفكشن ده جاي من انهي لاير في السكالب؟ يبقى هو رجع لاصل السؤال اللي قبل كده بس مع لفه شويه. هو بيسال على الدينجرس اريا اوف سكالب اللي عن طريق الانفكشن اتنقل من الاميشري فين للكرينيال كافيتي. يبقى انا برجع برضه بدور على نفس الاجابه، هي الطبقه رقم 4، هي طبقه اللوس اريولار تيشو. تعال نشوف سؤال تاني يا شهد. بيقول the vessels and the nerves of scalp lie in the following scalp layer. انا عارف ان الفيسلز والنيرفز موجوده في الطبقه رقم 2، يبقى طبقه الكونكتيف تيشو. مهم قوي هذا الكلام. ننقل بقى بعد كده مع بعضينا. احنا متفقين ان احنا عندنا 5 خمسات، واحنا خدنا اول خمسه، خدنا الفايف لايرز بتاعت السكالب. تعالوا ناخد 5 nerves in front of the scalp, 5 nerves behind the scalp. يبقى احنا عندنا 5 by 2، عندي 5. 5 قدام الاوركل، 5 behind the oracle، 5 نيرفات. ده مش هعملها كده، ده انا بعد ما اقول ان في عندي 5 nerves in front of the oracle و 5 nerves behind the oracle، هرجع اقسم كل واحد فيهم لأربعة واحد. يعني النيرفس اللي موجوده قدام الاوركل هقسمها 4 سنسوري 1 موتور، وبرضك النيرفس اللي موجوده بيهايند الاوركل هقسمها 4 سنسوري 1 موتور. يبقى انا عندي 10 نيرفس صحيح، 5 ان فرونت اوف اوركل و5 بيهايند الاوركل. ال5 اللي موجودين ان فرونت اوف ذا اوركل هقسمهم 4+1، 4 سنسوري 1 موتور. والنيرفز اللي موجوده باردك بيهايند الاوركل هرجع اقسمها 4 سنسوري 1 موتور. طيب تعالوا نشوف اللي موجودين قدام الاوركل بقى كده يا شاهد. قدام الاوركل 1 موتور و4 سنسوري. ال1 موتور انا لازم اكون عارفه ايه، طالع من الفيش النيرف ما فيهوش نقاش خالص. ايه هو بقى البرانش اللي طالع؟ نرجع لقاعده توتو زوغ بدري مع سوسو. توتو هو توتو، توتو اللي هو التمبورال برانش اللي هي رايح سبلاي الفرانتيلس. يبقى الموتور هو اكيد رايح ليه؟ ما هي ما فيش غير عضله واحده خدها اسمها اوكسيبتو فرانتيلس. فالنيرف الموتور اسمه التمبورال برانش اوف فيشن، رايح سبلايز الفرانتيلس. يبقى ده الموتور. طب والسنسوري؟ السنسوري كلهم كانوا جايين من الترايجيمينال نيرف، العصب رقم 5. السكالب والفيس قاعدتهم واحده بس مش كل السكالب يعني. ايه؟ ان الموتور العصب رقم 7، الموتور هو الفيشيال نيرف، كرينيال نيرف نمبر 7، 7 كرينيال نيرف. والسنسوري هو كرينيال نيرف نمبر 5 اسمه تراي جيمينال نيرف. يبقى السنسوري سبلاي من التراي جيمينال نيرف. تراي يعني 3، جيمينال يعني توينز، يعني بيدي 3 توينز، ثلاثة توائم اوفثالميك وماكزيلاري ومانديبولار. اوفثالميك وماكزيلاري ومانديبولار. ولما انا جايب ابص السايد فيو ده بقى اللي تهمني، ادي الاوفثالميك والماكزيلاري والمانديبولار. اوفثالميك اللي هي الحته دي، والماكزيلاري الحته دي، ومانديبولار اللي هي الحته دي. يبقى انا عندي هنا، يبقى ان فرونت اوف اوركل كان عندي 4 1، 4 سنسوري، 4 سنسوري كلهم جايين من البرانشز اوف تريجيمينال نيرف. والموتور جاي من الفيشن نيرف. طب ايه هما البرانشز بقى؟ بعد حدوته مش موضحه بالنسبه لنا، الاوفثالميك بيدي برانشين اسمهم سوبرا تروكليير، سوبرا اوربيتال. سوبرا تروكليير، تروكليير يعني بكره بولي لايك. سوبرا اوربيتال، سوبرا تروكليير، سوبرا اوربيتال. النيرف الاساسي هو سوبرا اوربيتال عشان ما يبقاش فيها نقاش. السوبرا تروكليير سوبرا اوربيتال جايين من النيرف اللي لونه اصفر، اللي النيرف اللي لونه اصفر ده اللي هو الاوفثالميك.
الاوفثالمك. بعد حدوته دي مش موضوعها بالنسبه لنا، يبقى السوبرا تروكليير والسوبرا اوربيتال دي سبلايز ايه اللي هي اللي المنطقه الاساسيه بتاع السكان. بس منطقه التمبل بقى، التمبل اللي فاضله دي اسمها التمبل، في حته فيها ما فيهاش شعر وفي حته فيها شعر، دي التمبل. الحته اللي ما فيهاش شعر دي سبلاي بنيرف اسمه زيجوماتيكو تمبرال. اسمه ايه؟ زيجوماتيكو تمبرال. والحته اللي فيها شعر سبلاي بنيرف اسمه اوريكولو تمبرال، دي اسمه اوريكل ودي تمبل، اوريكولو تمبرال. فزيجوماتيكو تمبرال اوريكولو تمبرال. الزيجوماتيكو تمبرال جايه من اللون اللي هو البينك ده اللي هو المكسيلاري، والاوريكولو تمبرال جايه من النيرف اللي لونه موفي اللي هو المانجيبولا. يبقى انا عندي اوفثالميك ومكسيلاري ومانجيبولا. الاوفثالميك طلع منه برانشين اسمهم سوبرا سوبرا، سوبرا تروكليا، سوبرا اوربيتال. زيجوماتيكو تمبرال من المكسيلاري، اوريكولو تمبرال من المانجيبولا. يبقى انا احفظه، يبقى انا كان عندي خمس نيرفات، واحد موتور واربعه سيرف. الموتور من الفيشر خلاص، وسبلاي الفرانتيلز اللي هي بتاع التوتو زوغ بدري مع سوسو، يبقى توتو اللي هو التمبرال برانش. لكن السنسوري بقى جايين من الاوفثالميك والماكسيلاري والمانديبرال. الاوفثالميك ده بعد حدوته ادى نيرفين اسمهم سوبرا تروكليار وسوبرا اوربيتال. الماكسيلاري ادى نيرف اسمه زيجوماتيكو تمبرال، المنطقه اللي ما فيهاش شعر. المانديبرال ادى الحته اللي فيها شعر وادى الاوريكل، فاسم النيرف اوريكلو تمبرال. يبقى باختصار ده النيرف سبلاي in front of auricle. شايفين؟ شايف يا شهد؟ ادي الاوفثالميك وادي الماكسيلاري وادي المانديبولار. يبقى سوبرا سوبرا، سوبرا تروكليار فوق البكره، سوبرا اوربيتال فوق الاوربيتال كافيتي. الاثنين دول جايين من الاوفثالميك. زيجوماتيكو تمبرال جاي من الماكسيلاري. اوريكيولو تمبرال دي جاي من المانديبولا. يبقى ده النيرف سبلاي ان فرانت اوف ذا اي. ناخد سؤال كده ام اس كيو. The following branch of ophthalmic nerve supplies the scalp. ادم من الاوفثالميك يبقى سوبرا سوبرا. بقعد ادور على سوبرا سوبرا، لقيت ان هي واحده من السوبرتين هم موجودين، يبقى السوبرا اوربيتال هو الاجابه. التكه في الام اس كيو ان انا اعرف اجاوب قبل ما اقرا الام اس كيو، اشوف هلقط ايه واعرف ايه اللي هلقطه موجود عندي. The following branch of trigeminal nerve، يبقى بيتكلم على trigeminal. الترايجمنال كان يدي سوبرا سوبرا واثنين تمبرال زي جوماتيكو تمبرال وريكلو تمبرال. ادي السوبرا، يبقى ده الاجابه بتاعتي. يبقى وانا بدور على الترايجمنال في الحته دي سوبرا سوبرا، يعني سوبرا تروكلار سوبرا اوربيتال، او بدور على اثنين تمبرال زي جوماتيكو تمبرال وريكلو تمبرال، ما دمت بتسال على الترايجمنال نيرف بالنسبه لي الاسكال. زي ما اتفقنا تالت خمسة موجودة النيرفس اللي موجودة behind the auricle، وده مرة تانية واحد موتور واربعة سنسور. وان موتور واربعة سنسور. الموتور كان نيرف بردك رايح بس المرة دي للأوكسيبيتاليس، وbehind the auricle فسموه posterior auricular، طلع من الفيشر نيرف بردك اسمه posterior auricular، طلع من الفيشر نيرف. لكن السنسوري from C2 and C3، يبقى السنسوري سبلاي بيهايند C2C3. يبقى ما هو السنسوري سبلاي بتاع السكان؟ قدام الاوريكل كان كله ترايجمنال نيرف، بيهايند الاوريكل فروم C2C3. يعني ايه C2C3؟ يعني من السباينال نيرفز، من النيرفز اللي طالعه من السباينال كورد. لكن الحاجات الثانيه كان اسمها كرينيال نيرفز، النيرفز اللي طالعه من المخ. الفيشيال نيرف ده طالع من الكرينيال كافيتي، طالع من حاجه اسمها برين ستيم من المخ. الترايجمنال نيرف ده كان طالع من المخ من البرين ستيم. لكن السباينال نيرفز لما قلت C2 C3، يعني السباينال نيرفز، السيرفيكال نيرفز، السيرفيكال نيرفز نمبر 2 ونمبر 3. يبقى الموتور بتاعي من العصب رقم 7 من الكرينيال نيرف، كرينيال نيرف نمبر 7، نيرف اتاتشد للمخ للبرين ستيم. Posterior auricular official هو النيرف ده supplies الاوكسيبيتاليس. يبقى عندي البوستيرور اوريكولار سبلاي الاوكسيبيتاليس. اما السنسوري بقى، يبقى كان عندي بقى C2 C3. الاول عايزين نحفظهم وبعدين نفهم بقى التفاصيل شويه يا شهد. يعني النيرفز اللي طالعه من C2 C3
كان عندي 4 نيرفز. ادي رسمه اهو، ادي الاوريكل، كان عندي 4 قدام و4 ورا، 4 سنسور قدام و4 سنسور ورا، واحد موتور قدام واحد موتور ورا. الاربعه اللي موجودين كويس ورا دول، ورا بيهايند الاوريكل بقى، جريت اوريكولار، يعني نيرف سبلاي الاوريكل حته كبيره قوي، ده سي 2 سي 3. وثلاث نيرفات يحملوا كلمه اوكسيبيتال، جريتر اوكسيبيتال، ليسر اوكسيبيتال، ثيرد اوكسيبيتال. يبقى سهله ان شاء الله باذن الله. يبقى عندي هنا جريتر اوكسيبيتال والليسر اوكسيبيتال والثيرد اوكسيبيتال، يعني واحد جريتر اوكسيبيتال يعني النيرف سبلاي حته الاوكسيبيت يعني الحته الخلفيه، فالنيرف الجريتر اوكسيبيتال كبير بيسبلاي حته كبيره، الليسر اوكسيبيتال بيسبلاي حته صغيره، فلو في نيرف ثالث كمان موجود اسميه ثيرد اوكسيبيتال. يبقى الحته اللي موجوده ورا سهله ان احنا نحفظها، كلها طالعه من سي 2 سي 3. طب اللي طالعه من سي 2 سي 3 ده عباره عن ايه؟ 4 نيرفات زي ما اتفقنا، 3 نيرفات شالوا كلمه اوكسيبيتال، جريتر اوكسيبيتال، ليسر اوكسيبيتال، ثيرد اوكسيبيتال. يبقى جريتر اوكسيبيتال اكبرهم اكثرهم، ليسر اوكسيبيتال صغير، طب الثيرد اوكسيبيتال لقوا النيرف ثالث وموجود في الاوكسيبيتال ريجن، طب يسموه ايه؟ فسموه ثيرد اوكسيبيتال. يبقى جريتر اوكسيبيتال، ليسر اوكسيبيتال، ثيرد اوكسيبيتال. والنيرف الرابع ده اسمه جريت اوريكولار. يعني ايه جريت اوريكولار؟ يعني معظم السبلاي بتاعه الاوريكل وحته صغيره من الاسكان. يبقى النيرفات اللي كانت موجوده من قدام كان اثنين سوبرا واثنين تيمبورال، وكلهم كانوا طالعين من الترايجيمنال نير، سوبرا تروكليار وسوبرا اوربيتال. اثنين تيمبورال زي جوماتيكو تيمبورال وريكولو تيمبورال، يبقى اثنين اثنين اهو. من ورا كان عندي 4 نيرفات كانوا طالعين من سي 2 سي 3، 3 نيرفات شالوا كلمه اوكسيبيتال، واحد كان عظيم جريتر اوكسيبيتال، واحد كان اصغر منه شويه ليسر اوكسيبيتال، واحد اصغر منهم وشال الاسم برضه فسميته ثيرد اوكسيبيتال، والنيرف الرابع بسبلاي الاوريكل بفظاعه اسمه جريت اوريكل. يبقى السنسور سبلاي بتاع السكالب صح. من قدام كان عندي 4 سنسور وواحد موتور، ومن ورا عندي 4 سنسور وواحد موتور. الاربعه اللي موجودين من قدام سنسوري اثنين اثنين، اثنين سوبرا، سوبرا تروكليار، سوبرا اوربيتال، واثنين تيمبورال، انتهوا بكلمه تيمبورال زي جوماتيكو تيمبورال وريكولو تيمبورال. طب واللي موجودين ورا؟ اللي موجودين ورا قسمتهم واحد اوريكولار وثلاثه اوكسيبيتال، واحد جريت اوريكولار وثلاثه اوكسيبيتال، جريتر اوكسيبيتال وليسر اوكسيبيتال والثيرد اوكسيبيتال، كلهم زي ما احنا شايفين كده اشاعات سي 2 سي 3 بتفاصيل شويه ممله. ايه التفاصيل دي؟ يعني مش فظيعه قوي، مش مهمه قوي بفظاعه، لكن ممكن نقولها بسرعه. ان اي سباينال نيرف بينقسم لحاجه اسمها انتيرور ريمس وبوستيرور ريمس. كلمه ريمس يعني فرع، وجمع كلمه ريمس يبقى ريماي. يبقى كل نيرف بينقسم لايه؟ انتيرور ريمس وبوستيرور ريمس. كل نيرف دي كانت انتيرور ريمس وبوستيرور ريمس، كل نيرف انتيرور ريمس وبوستيرور ريمس، كل نيرف انتيرور ريمس وبوستيرور ريمس. النيرف رقم سي 1 ما يهمنيش خالص. ليه؟ لان باختصار النيرف رقم 1 ده البوستيرور ريمس بتاعته بيور ماسكولار، يعني عضلات. فالنيرف رقم 1 ما يهمنيش. انا كان يهمني النيرف رقم 2 و3. كان بيطلع منه بوستيرور ريمس والانتيرور ريمس. البوستيرور ريمس ده طلع منه نيرفين، ايه هما؟ الجريتر اوكسيبيتال والثيرد اوكسيبيتال. يبقى الجريتر اوكسيبيتال هو البوستيرور ريمس بتاع سي 2. طب والثيرد اوكسيبيتال هو البوستيرور ريمس بتاع سي 3. يعني الفروع الخلفيه. يبقى انا سي 2 سي 3 فيهم بوستيرور ريمس وانتيرور ريمس. البوستيرور ريمس بتاع سي 2 هو ده اللي كان اسمه جريتر اوكسيبيتال، والبوستيرور ريمس بتاع سي 3 اللي كان اسمه الثيرد اوكسيبيتال. طب والانتيرور ريماي بقى؟ الانتيرور ريماي بتاع 2 و3 بقى هما دول اللي كان اسمهم ليسر اوكسيبيتال والجريت اوريكولار. يبقى عندي هنا، هي مش معلومه فظيعه قوي، يبقى الانتيرور ريماي اللي كان اسمهم الليسر اوكسيبيتال والجريت اوريكولار، البوستيرور ريماي اللي هو الجريتر اوكسيبيتال والثيرد اوكسيبيتال. لو كان الكلام ده صعب شويه وانا شايف ان هو صعب، يبقى يكفي بالنسبه لنا ان احنا نحفظ ان بيهايند الاوريكل عندي 4 نيرفات، واحد كان اسمه جريت اوريكولار وثلاثه اوكسيبيتال اللي هو الجريتر اوكسيبيتال والليسر اوكسيبيتال والثيرد اوكسيبيتال. طلعوا من الانتيرور ريماي والبوستيرور ريماي، ده موضوع يعني مور ليس سوفيستيكيتد شويه.
طب تعال نشوف سؤال كده مع بعضنا يا شاهد. The following nerve that shears اللي بيساعد in cutaneous, كلمة cutaneous يعني جلد, supply of scalp originates from C2-C3. يعني طلب مني نيرف طالع من C2-C3 وبيسبلاي للسكالب. قبل ما ادخل لازم اكون محدد نفسي. يا اما نيرف اسمه اوكسيبيتال, كان عندي ثلاثه اوكسيبيتال, جريت اوكسيبيتال وليسر اوكسيبيتال وثيرد اوكسيبيتال, يا جريت اوريكولار. يبقى انا بدور على واحد من الاربعه دول. لقيت ان كلمه جريت اوريكولار اهو, يبقى هو ده الاجابه بتاعتي. ده ازاي انا بجاوب؟ طب سؤال تاني, نفس السؤال كرره لي بس المره دي قاعد بدور, لقيت اللي هي كلمه اوكسيبيتال اللي هي موجوده تبقى الاجابه. يبقى شايف الفرق ما بينهم الاثنين يا شاهد ازاي؟ جريت اوريكولار. جريت اوريكولار المره دي بقى كويس, ده هنا جريت اوكسيبيتال, جريتر اوكسيبيتال, هما هو نفس السؤال بس بيتلاعب بالالفاظ. يبقى ادور على واحد من ثلاثه اوكسيبيتال او الجريت اوريكولار. عندنا بعد كده الخمستين اللي فاضلين, عندي 5 arteries وعندي 5 veins. 5 arteries و 5 veins الاسامي زي بعضيها, يعني اسامي الارتريز زي اسامي الفينز, هما نفس الاسامي. ايه هما؟ سوبرا 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 تروكليار وسوبرا اوربيتال. سوبرا تروكليار وسوبرا اوربيتال. إيه ممكن تروحي قايله مثلا, طب ما انا سمعت الاسامي دي برضه كانت موجوده في الفيس. معلش الحته الاولانيه الفور هيد كومن فور سكالب اند فيس, فالاثنين دول هيتسمعوا مرتين, مره في السكالب ومره في الفيس. يبقى عندي سوبرا وسوبرا, سوبرا تروكليار وسوبرا اوربيتال. بعدين عندي سوبرفيشيال تمبورال بوستيريور اوريكولار اوكسيبيتال. يبقى ده واحد للتمبورال ريجون سوبرفيشيال تمبورال, واحد ورا الودان بوستيريور اوريكولار, واحد للقفا اوكسيبيتال. يبقى انا عندي 5 ارتريز موجودين, سوبرا سوبرا سوبرفيشيال تمبورال بوستيريور اوريكولار اوكسيبيتال. بس على فكره الاثنين الاولانيين كانوا جايين من الانترنال كاروتيد ارتري, والثلاثه الاخرين جايين من الاكسترنال كاروتيد ارتري. المعلومه اللي هقولها مرارا وتكرارا, انترنال كاروتيد ارتري لغايه ما دخل جوه السكال ما بيديش برانشز, بس لما دخل ادى العين ادى ارتري اسمه اوفثالميك اللي طلع منه السوبرا سوبرا السوبرا تروكليار والسوبرا اوربيتال. يبقى عندي هنا الاورجن بتاع البلاد سبلاي بتاع السكال طالع من الاكسترنال وانترنال كاروتيد ارتري. كلمه الانترنال كاروتيد ارتري دي كلمه تروماتايزنج, يعني كلمه تخض اي واحد. انا كنت متوقع كده ان السكالب لازم تطلع من الاكسترنال كاروتيد ارتري. ليه؟ لان الانترنال كاروتيد ارتري لغايه ما دخل جوه السكالب ما بيديش برانشز. هو فعلا لغايه ما دخل جوه السكالب ما بيديش برانشز, بس بيدي للعين ارتري اسمه اوفثالميك اللي تطلع منه السوبرا السوبرا. يبقى فكره ان انا اقول ان الانترنال كاروتيد ارتري سبلاينج للسكالب دي فكره الواحد يتخض منها لو مش فاهم اناتومي. يبقى باختصار الانترنال كاروتيد ارتري ادى اوفثالميك طلع منه برانشين اسمهم سوبرا 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 تروكليار سوبرا اوربيتال. السوبرا تروكليار والسوبرا اوربيتال كانوا طالعين من الانترنال كاروتيد ارتري. اما بقيه البرانشز ذا ريست اوف ذا برانشز ارايز فروم اكسترنال كاروتيد ارتري اللي هم السوبرفيشال تمبرال والبوستيريو اوريكولار والاوكسيبيتال. يبقى ما هو البلاست سبلاي بتاع السكالب؟ اثنين طالعين من الاوفثالميك بتاع الانترنال كاروتيد ارتري, السوبرا سوبرا سوبرا تروكلر سوبرا اورتر, والبرانشين دول بارتك بقولهم في البلاد سبلاي بتاع الفيس. ليه؟ لان الفور هيد مشتركه في السكالب والفيس. اما الاكسترنال كاروتيد ارتري بيدي 3 برانشز اسمه سوبرفيشال تمبورال وبوستيريور اوريكولار واوكسيبيتال. تعالى نحل مع بعضينا يا شاهد كده سؤال ام سي كيو. A 44 year old man falls from tree, واحد وقع من شجره, and develops a severe scalp hematoma, يعني في تجمع دموي تحت الراس. كل الكلام ده ما يخضنيش. انا دي بيجه اولانيه الكيس سيناريو دي عشان تضيع المجهود بس بتاع الواحد. The superficial temporal artery, يبقى هو ده السؤال. Continue to bleed internally, يعني superficial temporal artery قاعد بينزف 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 بينزف. Which of the following arteries may be ligated, ligated دي تربط, to control bleeding, يعني ايه الوش ده كله؟ يعني انت هتربط مين عشان توقف النزيف من السوبرفيشال تمبرال ارت؟ تربط بدايته. طب هو بدايته كان جاي منين؟ من الاكسترنال كاروتيد ارت. يبقى ده هو السؤال, اربط الاكسترنال كاروتيد ارتري عشان اوقف النزيف من السوبرفيشال تمبرال ارت. الفينس درينج التصريف
دايما اقول arterial supply الامداد الدموي، لكن الدرينج التصريف زي المجاري بالظبط. لما افتح الميه، الميه النظيفه اسمها arterial supply، المجاري اللي هتصرف اسمها درينج، فينس درينج. نفس الخمس اسامي بستخدمهم مره ثانيه، سوبرا تروكليال، سوبرا اوربيتال، سوبرا فيشر تمبرال، بوستيرو اوريكولار اوكسيبتال. نفس الخمس اسامي موجودين، سوبرا سوبر فيشال تمبرال والسيرو اوريكولار اوكسيبتال، بس هتختلف شويه. ليه؟ لان انا كان عندي تو فينز موجودين في الفيس، واحد اسمه انتيرور فيشال معمول باتحاد الاثنين التانيين الاولانيين، والثالث اللي اسمه سوبر فيشال تمبرال اتحد مع حاجه اسمها ماكسيلاري وعمل البوستير فيشال او ريترومانديبولار. يبقى تاني السوبرا اتحدوا مع بعضهم وعملوا الانتيرور فيشال، يبقى دي اول واحد. السوبرفيشال تمبرال ده دخل جوه الباروتيد جلاند واتحد مع فين اسمه ماكسيلاري وعملوا فين اسمه بوستير فيشال او ريترومانجيبولار، اللي هو بسرعه انقسم جوه الجلاند انتو تو ديفيجن انتيرور وبوستيرور. اللي يهمني في اللقطه دي ان البوستيريور اتحد مع البوستيرور اوريكولار وعمل لي الاكسينرجيكولار فين. يعني كان عندي لغايه دلوقتي ادي الاربعه فين، اول اثنين سوبرا عملوا انتيرور فيشال، الثالث السوبرفيشال تمبرال دخل جوه الباروتيد جلاند واتحد مع الماكسيلاري عمل ريترومانجيبولار. انقسم لتو ديفيجن انتيرور بوستيرور، البوستيرور مع البوستيرور عمل الاكسينرجيكولار فين. طب والاكسيبيتال بيصب في بلكسس بيحار بيلول الاكسيبيتال بون اسمها سب اوكسيبيتال فينس بلكسس. يبقى تعالوا نقراها مع بعضينا، سهل قوي. السوبرا اتحدوا مع بعضهم وعملوا الانتيرور فيشال فين، يبقى اول ادي تو فينز موجودين. الفين الثالث اللي موجود عندي اسمه سوبرفيشال تمبرال، سوبرفيشال تمبرال اتحد مع الماكسيلاري فين وعملوا فين اسمه ايه؟ ريترو مانديبولار. الريترو مانديبولار ده رجع انقسم لانتيرور بوستيرور ديفيجن، البوستيرور مع البوستيرور، يبقى البوستيرور ديفيجن ده اهو اتحد مع البوستيرور اوريكولار عملوا فين اسمه اكسترنالجيكولار فين، واخر فين اللي هو الاوكسيبيتال عمل بلكسس موجوده بين الاوكسيبيتال بون اسمها سب اوكسيبيتال فينس بلكسس. ايه اللي انفاتك درينج؟ بسهوله جدا، الانتيرور بارت بتاع السكالب بتصب في السب مانديبولار لينفرود اللي هي دي، اللاترال بارت يبقى الانتيرور بارت في السب مانديبولار، اللاترال بارت هتصب في الباروتيد لينفرود، البوستيرور بارت بتصب في الاوكسيبيتال والماستويد لينفرود، دي اسمها اوكسيبيتال جيل اسمها الماستويد. يبقى الانتيرور بارت في السب مانديبولار، اللاترال بارت في الباروتيد، والبوستيرور بارت بتصب في الماستويد دي اسمها ماستويد والاوكسيبيتال ليمف نوت. ايه كده يبقى احنا خلصنا الموضوع ده. شد حيلك الى اللقاء في لقاء اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.